هذه مرحلتنا اسمها التحول. لكن قبل أدخل فيها شوي بسألك عن شغلتين، شغلة تمسك شخصية بشكل أساسي، وشغلة تمسك شخصية بشكل يعني عاطفي. الشخصي اليوم قلدوك في استوديو 22 على NBC، يبدو أنك غير حاب الموضوع، قل لي وش رأيك في اللي صار؟ أنا طبعا لا أشاهد التلفاز في هذا الوقت، لكن أرسل لي طبعا وقريت بعض التغريدات وبعض الردود في المنشي الحقي في تويتر، وشاهدت أرسل لي بعض الإخوان من المقتطفات. يعني أنا أقول هناك فرق كبير بين السخرية والاستهزاء يعني بين الكوميديا الخطيئة اللطيفة أو الإسقاط. يعني لأجل هذا أنا أظن أن المسألة ستصل إلى القضاء. ستذهب إلى القضاء؟ نعم. ستقاضيهم؟ لماذا؟ يعني ما شفت أنه كان في سياق فني، ليش؟ لا، يعني في فرق بين السياق. هل بنرجع نفس الرسوم المسيء أو غير المسيء أو في شيء؟ يعني الشيء المسيء يعني غير هو في ألفاظ حتى كانت نابية في الكلام. شعرت أنه فيها سخرية. ثم هو تقليد أيضا لشيء كان عمل وطني. يعني الإعلانين اللي كانوا تبع موسم الرياض، هذه إعلانات رسمية وطنية وفي فعل يعني يخدم البلاد والعباد. فأعتقد أنهم أساءوا حتى ليس لي فقط، لا أساءوا حتى لل. أحد كلمك بعد منهم؟ أنا كان بيني اتصال بينه بعض يعني عبر تويتر، وقلت لهم أخبرتهم يعني لم يكن سرا، مصر على القضاء. أي نعم مصر. طيب